أحسن الله إليكم في التشهد فضيلة الشيخ عند قراءتها للتحيات تقول تقدم عبارات على أخرى هل لا بد من الترتيب في قراءة التشهد عليها أن تتعلم التشهد الأول والتشهد الثاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التشهد في الصلاة كما يعلمهم السورة من القرآن عليها أن تتعلم التشهد الاول والتشاهد الاخير نعم